زوجة، أم، جثة وجدوها همدة مقطعة ومرمية في الصندوق ده. ده الصندوق اللي اتلقى فيه الجثة مقطعة إلى أشلاء. جينا عشان نشوف أصل الحكاية وإيه اللي حصل. بنحب نرحب بحضرتك في البرنامج. شعبان برن محمد جيناوي. أهلا يا عم شعبان، إزاي حضرتك؟ الحمد لله والله. عرفنا يا عم شعبان إن حضرتك عملت موقف إيجابي وإنت اللي بلغت المباحث، احكي لنا عن الموضوع ده. والله أنا كنت من أذنت الظهر، وبعد ما أذنت الظهر لقيت الناس منهومة عند البرميل. إيه يا جماعة في إيه؟ بصيت لقيت في جثة وبتاع، كله بص أقول يا حول الله يا رب يطلع يمشي. فأنا رحت. الجثة كانت مقطعة يا عم شعبان؟ طبعا. كان وضعها إزاي؟ أنا ما شفتش وضعها، يعني أنا شفت من بره كده وشفتهم، بس المباحث هم اللي شبوها شدوها كده وشبوها يعني. شافوا مقطوعة نصين زي ما اتقال؟ نصين نصف فوق ونص تحت. ده والراس مش موجودة ولا الإيدين؟ ولا الدراع. أيوه. صح كمان. والمباحث بقى لما جت؟ المباحث كلمتهم، أنت عملت عملت عملت، قلت له بلغت الناس اللي هم ماسكين عند السفارين اللي هنا، بلغتهم بالحادثة. هجوم شافوا المنظر، يعني مش انا عملت ايه، بصيت لقيت نفس انا بلغت لقيت رجلي وبتاع والناس ملمومه بعد ما صليت الظهر. بس موقف رائع من حضرتك يا عم شعبان ان انت ما وقفتش تتفرج زي ما الناس بتتفرج، ورحت جبت المباحث وبلغتهم. طبعا برافو عليك. وده اي موقف لانسان مصري اصيل مش يقف يتفرج أو يقول أنا مالي ويمشي ويسيب جثة إنسانة، ممكن بسبب البلاغ اللي حضرتك عملته وبسبب الروح الإيجابية عملوا شغل رائع. فرغوا بقى الكاميرات يا عم شعبان. فرغوها عندنا في العمارة، عمارة 130 وعمارة 140. أيوة. الأول فعلا التوك توك الساعة 1:30 أو 2 جاب الحاجة دي. التوك توك. في توك توك جاب. أيوة. وبعدين لما تحروا عن التوك توك وجدوا ان التوك توك ده صاحبه جوزها. الناس 10 10، يعني الامن بتاعنا دي 100 100. طبعا رائع. 4 ايام 3 ايام كان في يوم واحد كان جات الحاجه، يعني في يوم صراحه يعني الناس محترمه فعلا، يعني الظباط 100 100 والله. احنا عندنا احسن ظباط. احسن ظباط طبعا، واحسن مباحث، احسن امن واحسن مباحث فعلا. سي جابر كلك والله. يعني القاتل متخيل ان هو لما يقطعها ويجيبها من عند كوبري الناموس ويجيبها لحد هنا ونقى حته هاديه وما فيهاش رجل ورمى الجثه، وفاكر ان عين العداله هتتركه، ولكن احنا عندنا احسن مباحث في يوم واحد جابوه. اتفضل يا عم شعبان. وطبعا الكاميرات اللي جت فينا، الكاميرات 140 و131 برضه جابتها، والشارع كله كاميرات. دي اللي جاب الجثه فعلا، جاب الناس اللي وجيه حوالي الساعه 1:30 او 2 حط الحاجه دي بالتوك توك ومشي. طبعا الكاميرا جابته. حاجة مأساوية طبعا مشاهدينا الأعزاء، مأساة. راجل يجيب مراته عشرة عمره اللي جاب منها ولد زي القمر عنده 5 سنين، أدهم هو الضحية وهي كمان ضحية. يا ترى كان دافع القتل إيه؟ هل الخيانة زي ما بيقول؟ ولا دافع القتل حاجات تانية لا يعلمها إلا الله؟ هنعرفها مع حضراتكم، انتظرونا وهنكمل مع حضراتكم. حسبنا الله ونعم الوكيل فيه، محمد ابن حواء وآدم. ما كنتش مصدقة ولا متوقعة. شكت كويس. لو أختكم شاردة كده بيبان على سلوكها صادقة يا حبيبتي. هنا كان الصندوق، صندوق القمامة اللي قطع مراته ورمى فيه. لقوها أشلاء ملقاة في هذا الصندوق. طبعا ربنا يرحمها. بحب أتعرف عليك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أنا محمود، من شغال هنا في محل هنا. سمعت عن الجثة اللي اترمت هنا. أنا الحقيقة أن أنا ما شفتش حاجة، بس أنا اتحكولي الناس اللي شافت اتكلمت معي وقالت لي، قالوا ان هم وجدوها في الصندوق ده،
وطبعا كان في ست هنا بتعمل في زبالة كده، اه فشافتها ايوه طبعا وراحت الناس اللي هنا، الناس الكويسة اللي هنا راحت بلغت النيابة، بلغت الشرطة، وجت الشرطة وحجزوا المكان وطلعوا الجثة، وطبعا عثروا على المجرم، وجم امبارح الصبح مثل الجريمة هنا قدام الصندوق ده، ووضح للناس ان هو عامل ايه ورمى ازاي، وطبعا بمعرفة الشرطة تمام والحمد لله. وبحب أقدم عزاء للفقيدة، لأهل الفقيدة، الله يرحمها وربنا فاطمة، يعوض الله عليهم طبعا. يرحمها. وده شغل طبعا مش شغل إنسانية طبعا، ما فيهوش إنسانية خالص.